وصلنا لمحطتنا الحالية ونحكي فيها عن إنجازات رياضية مهمة، بس هالمرة سالي مع رياضة طبعا فيها بتتميز بالحيوية والإنجاز ببصمة إرادة سورية، رياضة المواي تاي ببطولة العالم الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية للاتحاد الدولي المعترف عليه عالميا. صحيح زينب، يعني تشوقنا لنتعرف أكثر يمكن عن هيدا الرياضة المهمة. واليوم صباحنا غير مع البطلين كنان الراعي الذي حقق المستوى الثالث على مستوى العالم، وسالي الراعي التي حققت المركز التاسع عالميا. أكيد بصرنا نرحب بوالدهم المدرب إياد الراعي. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا الخير فيكم. عزيزي، صباح صباح الخير الخير، صباح النور، صباح الخير، صباحكم صباحك يا يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا أول وسهلا شيء فيكم. مبروك الإنجاز، الله يبارك يعني فيك يا رب. اليوم خبرنا يعني عن هاي الرياضة المواي تاي، الكيك بوكسينج، كيف تم الربح عبر المنصات الإلكترونية، بعدين نحكي مع الأبطال الصغار. صباح الخير. أول يسعد صباحك. المواي تاي رياضة كتير رائعة وشيقة جدا، تعتمد على اللكم والكوع والركبة والركل، إضافة إلى عملية الكلينشن اللي هي المسك. هي نوع من أنواع كيك بوكسينج؟ غير الكيك بوكسن أسرع منه تقريبا، يعني أفضل باصطلاحات، أكثر أوسع بمجالات القتال والضرب، تمام، أشمل بشوي بالحركات، فهي أعنف بشوي صغيرة بالنسبة للاعبين، بيحبوها أكثر من إنه فيها خشونة أكثر. فلعبة المواي تاي كثير حلوة. فبجائحة كورونا اللي مرينا فيها البلد، اغلب الاتحادات العالميه والعربيه وقفت نشاطات الرياضيه عندهم، فما عاد في سفر بين الدول، فاقترحوا باقامه بطولات عبر المنصات الالكترونيه تمام عشان يجمعوا الابطال ويضلوا مواظبين على الرياضه. طب كيف بتتم المواجهه بيناتهم؟ مواجهه اونلاين، تصوير مباشر. حلو. اللاعب في كاميرات عم تصور بشكل مباشر وبث مباشر، وفي حكام موجودين عم يشوف التصوير بشكل مباشر بيلعب فيها. في نقاط، عدة نقاط نحن كنا نرتكز عليها، أساسيات كانت موجودة عندنا من خلال سرعة اللكمات، تنوع بالركلات، أساليب الدفاع، كيفية الدفاع والهجوم، الفنيات تبعهم. هون كان في نقاط بياخذ عليها درجات وعلامات نحن، فكانت هون كانت تمتاز اللاعب عن اللاعب، سرعة اللكمة وأدائه وتمييزه، وكيف تنحط اللكمة بعد الركلة، كيف الكوع بعد الركبة. فلعبتنا شاركنا فريق كامل، يعني نحن مو بس اثنين، كان عندنا فريق كامل ما شاء الله شي 12 واحد، بس هدول اثنين حاليا موجودين معنا بس هون، ان شاء الله أكيد. بالمستقبل بنلاقي الفريق كله موجود أكيد. يعني يمكن دائما المدرب او خلينا نقول الاب بالبيت بيعطي ابنائه كل شيء هو بيحبه او هو مبدع فيه فبينقله للابناء، فمعنا البطل أكيد بطل سالي والبطل كينان الحلو اللي مرة كنا احنا استضفناك قبل فترة، ما هيك احنا استضفناك، ولكن هلأ انت بعد هيدا الفترة عم نشوف في تطور، يعني في إنجازات. صار في إنجازات. رح نبدأ مع كينان بعدين معك يا سالي. كينان احكي لنا شو حققت خلال هيدا الفترة هيك اللي كمان احنا انقطعنا فيها عنا؟ شاركنا ببطولات مثل بطولة الكونغ فو ساندا وقوة الرمي، وكانت عنيفة شوي، بس شو كان؟ عنيفة عنيفة وفيها تثبيت على الأرض وهيك، وحققنا المركز الثاني في بطولة العالم. وبطولة العالم حققت المركز الثالث بعد إنجازات كثيرة. حلو. يعني سالي كمان خبرينا عن هيك المركز اللي حققتيه، واليوم انت يعني يمكن اوعى شوي من كنان، خبرينا اليوم انت هدفك التطوريه لهي اللعبه، هدفك توصلي لمراحل متقدمه فيها. هلا نحن شاركنا ببطولات جمهوريه تبع دمشق عده مرات واخذنا المركز الاول، وشاركت كمان ببطوله العالم بس ما حالفنا الحظ، وان شاء الله بالمرات القادمه ناخذ المركز الاول ان شاء الله يا رب. إن شاء الله. كوتش ياد أيضا خبرنا قديش هيك يعني ما انقطعوا رغم فترة الكورونا عن التمرين، قديه مهم يكونوا لساتهم بقلب الجو، بالإضافة إنه هن كمان شاطرين أكيد بالمدرسة. أكيد. يعني في عنا نحن هون ذاك اللقاء يمكن حكينا إنه عم يقدروا يوفقوا بين
دراستهم طبعاً. وبين الرياضه، تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. لانه من ناحيه الدراسه ما شاء الله شاطرين، انه العقل السليم في الجسم السليم. اكيد ايه، انه ما شاء الله شاطرين بالرياضه وشاطرين بالدراسه. اهم شيء بظل زحمه كورونا كنا عايشين، كانوا متابعين تدريباتهم. حلو. تم تسكير الانديه كلها بالقرارات، فنحن تابعنا امورنا، كان بالبيت نتمرن نجهز بشكل دائم، لهيك كنا دائما جاهزين لاي مشاركه خارجي او داخلي. نعم. مو بس هنن وبقيه افراد النادي، كان كل واحد ضمن بيته ونتواصل معه بشكل دائم على النت. العاب كذا، اشتغل كذا، تمرن، شو اشتغلت اليوم، شو عملت اليوم. هم هدول كانوا بشكل مباشر كانوا معي بالبيت. حلو. اكيد. اما بقيه اللاعبين كنت اتواصل معهم بشكل دائم. تمام، تابعون كنت. طيب كنان، خبرنا يعني انت اليوم حصلت على مراكز متقدمه وميداليات، قديش فتح حالك اول شيء قدام رفقاتك في المدرسه؟ هلا عندك مدرسه يعني ورجعنا على هي. وثاني شيء اليوم انت بتشجع هيك الاولاد من عمرك لما يشوفوك عم تحصل على ميداليات وعندك اسلوب حياه، احكي لنا انت مثلا كيف اسلوب حياتك، قد ايه بتتمرن، كيف رفقاتك بيشوفوك عم تشجعهم انه يفوتوا بهي اللعبه؟ حاليا كل رفقاتي مسجلين معي. جبتهم كلهم معي. فكيف انت كيف يومك يعني كيف ممكن تتمرن؟ انا يوميا بتدرب مشان احصل على قوه زايده مشان لما اطلع بطولات احرز المركز الاول. برافو عليك. وسالي. انا بشجع كل البنات لحتى يجوا على هاي اللعبه وهي بتساعد على هي غريبه سالي انه كمان بنت سالي غريبه انه بنت تفوت بهي اللعبه على فكره يعني ما كل البنات بيحبوا انه العاب القتال، مع انه هلا بوقتنا لازم الوحده تكون قويه وتدافع عن حالها. هي اللعبه بتتضمن عن دفاع عن النفس، لهيك البنت لازم تفوت بهي اللعبه عشان اذا صار معها شيء ندافع عن نفسها. ايدها والبوكس. حلو كثير انه ابطالنا فهمانين اللعبه صح، عرفانين قواعدها قوانينها، عرفانين اوقات التمرين عليها. وحكت سالي نقطه كثير مهمه انه البنات لازم كمان يفوتوا، لانه هي دائما بس يقولوا رياضه كيك بوكسينج او جيتو او كاراتيه دغري للشب نحن بنتوجع انه لا والانثى كمان هي صارت موجوده الانثى بكل الرياضات. صحيح. بالكاراتيه بالتايكوندو. حلو. اكيد بتحرز مراكز متقدمه وبتحرز مراكز اكثر، يعني هلا بجزء عالميا منتشر اكثر من عنا بالنسبه انه موضوع الاناث اكثر من الذكور. نحن عربيا شوي عنا شوية التزام بالموضوع، فالعدد قليله، بس الحمد لله في عندي اقبال منيح بالنادي للسيدات والاناث. حلو. ويتدربوا على الرياضه القتاليه مشان زاد ثقته بنفسه وزاد شخصيته. ما حدا يقرب عليهم. لا بالضبط. هلا عندي بنات بيغلبوا شباب ما شاء الله على مستوى التدريب تبعهم. ايه الحمد لله. طيب اليوم في لسه مشاركات عالميه ممكن تتاهلهم حتى تشارك فيهم هلا قريبه او لا انه للعام الجديد؟ هلا لحد الان لسه ما انفتح بطولات على مستوى العالم. بتضل الكتروني ولا ممكن في سفر يكون؟ لحد الان لسه ما قرروا انه الموضوع الكتروني، لانه حسب الجائحه ما بعرف اذا لا بيقولوا خلصت بعد فتره طلعوا فيروس جديد. فحد الان لسه ما قررنا بالمواضيع هي، ما هن بيقرروا بعد بيخبرونا بالتعليمات اللي بتصير. بس صار يا بنعمل المنصات الالكترونيه بيكون في سفر خارجي اذا الله يسر. ان شاء الله يا رب نحن نقدر كسوريين او كابطال سوريين نسافر ونحقق بطولات لنورجي العالم انه نحن رغم الحصار ورغم الحرب مستمرين وما زلنا سوريا بخير. أكيد. ان شاء الله. سالي خبرينا عن يومك. تفيق الصبح هلا مدرسه. تماما. نروح على المدرسه. قبل ما تروحي على المدرسة شو كنتي تعملي بالصيف خصوصي بمجال المواتاي؟ منروح نتدرب أنا ورفقاتي البنات مشان تزداد قوتنا لما نروح حيا لبطولة، وهيك نحرز المراكز الأولى بكل البطولات إن شاء الله. نعم. طب كنان خبرنا شو بتاكل حتى تصير بطل؟ في نظام غذائي مع رياضة؟ حليب، بيض، يعني شغلات هيك. بروتين. بروتينات وفواكه وخضار. حلو. وانت قوي لك عضلات؟ لك. ما بيمرقوا شي بساط معه؟ مرقوا شي بساط؟ قليل. قليل هدول الأكلات اللي يلي مو الرياضيين بياكلوهم بتمرقوهم؟ عندكم يوم هيك بتمرقوهم؟ مو هالزيادة. مو هالزيادة. نظام صحي يعني مع هي. قد ايه يمكن اليوم بتشوف انه لازم فعلا الأطفال يعني بسن معين لازم يكون في عندهم نشاط رياضي؟
يعني اليوم في بعض الأهالي ممكن يسجلون دائما للأطفال بيعتمدوا بس فقط دراسة دراسة دراسة، اليوم النشاط الرياضي قد مهم للأولاد؟ الدراسة حلوة، هم التفوق بالدراسة كثير رائع، بس الرياضة بتساعدك على التفوق لأنه بتنشطك بتنشطك الجسم والفكر العضلات، فكثير رائع. أنا عندي أطفال في وعي من عند قبل الأهالي، يعني يجوا من عندي من 5 سنين من هو روضة عم يجي يتمرن عندي بالرياضة، بيلعب بتمرن ضغط بتمرن معدة بتمرن، تلاقي صار أذكى أنشط أسرع، صحيح عم تزداد قدراته الذهنية عم تكبر أكثر، الرياضة كثير بتساعدك على الموضوع هذا. فالدراسة حلوة بس مع الرياضة بصير أحلى. أحلى صحيح. أكيد. طموحكم، طموحك سالي ولا بتخبرنا عن طموحك؟ طموحي كمل بدراستي وأتميز، وكمان شو بدك تصيري بدراستك؟ يعني هلا أنت رياضية وبطلة طبيب. بداية طبيبة حلو كثير. ايه فوت بمجال الطب وكمل واوصل لبطولات العالم واخذ مراكز الاولى ان شاء الله يا رب. كنان انا بطمح صير دكتور لاني بحب مجال الطبيب كثير. حبيبي من انا وصغير. وبتحب تكمل بالرياضه؟ بتحب تكمل بهي الرياضه تكون يعني شيء يعني رياضه على جنب والدراسه على جنب. الشعرة مين عامل لك اياها؟ انا. انت كمان؟ طيب النصائح هيك بتحب توجهها يمكن كوتش لكل مين عنده اطفال موهوبين بنشاط رياضي معين، يعني حلو الواحد يحتوي طفله حتى يقدم مراكز مهمه كمان بالرياضه، شو بتخبره؟ هلا بتمنى من اي اهل اسره في مواهب الاطفال نحن ما ننتبه عليها، ما بتبين غير لما بيلتحق بنادي او بيلتحق بمعهد موسيقى او بيلتحق بكذا، فنحن بنكون شايفينه بس ما منتبهين على مواهبه قديش حلوه قديش طابع بارزه، فبس يفوت على نادي بيتمرن بيبين يعني خلال شهور بيبين معنا اللاعب انه خرج يتابع، ممكن تكون مواهبه كامله بالنادي تنطلق اكثر يصير اداؤه افضل تحسينه اكثر يطلع منه بطل بالمستقبل، ممكن بغير مجال بالموسيقى مثلا. فأنا بتمنى من كل أسرة تجرب تبعت أولادها نحو الأندية تشوف تقارن، الوضع كثير رائع، الرياضة كثير مفيدة للأطفال كان عمر صغير أو عمر مثل عمر الأبطال هون كمان كثير رائع. أكيد تمام. نتمنى من كل يعني اللي هيك حاسين إنه أبنائهم عندهم شيء بحياتهم بدهم يطلعوه يعني فهنا يستثمروا هذا الشيء مشان نشوف هيك مثل هالنموذجين الأبطال يعني مشكورين. مشكور حضرتك كوتش ومشكورة والدتهم أكيد على المتابعة. والدتهم بطلة الجمهورية بالسنة الماضية بالجمهورية هاي كلها أبطال رياضية صحيح. كل الشكر لكم ونورتوا صباحنا كوتش إياد سالي البطلة سالي والبطل كنان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.